الفقره الجميله يا كابتن ابراهيم، يعني فقره الذكريات الحلوه، صور جميله مع كابتن ابراهيم. احكي لنا بقى قصه كل صوره. دي صوره كان في استاد القاهره، وكان كل لعيب معانا بينزل معاه حمامه، دليل على السلام اللي كانت تتمتع بيه مصر. وكان كان قبل المباريات. قبل المباريات فدي من الصور اللي بعتز بيها جدا يعني. دي فرقه ناشئين، اول ما جيت النادي الاهلي فرقه ناشئين 12 سنه كنت ماسكهم. ودي صوره يمكن من اللعيبه اللي كملوا معانا، منهم هاني العقبي، اهو موجود هنا. دي صوره لمنتخب القاهره، كنت انا ماسك منتخب القاهره. وكان دايما عند 12 سنه 13 سنه بننقي منتخب القاهره اللي بيسافروا اليابان معانا. ودي من الناس اللي كملوا معانا، ده مجدي قفشه باين في الصوره اهو. يعني قفشه نجم النادي الاهلي من الاول اللي اكتشفه كابتن ابراهيم عبد الصمد، هو لسه عنده 12 سنه وقتها. في مجموعه ثانيه مش ظاهره في الصوره، كان محمود جاد وصلاح محسن من نادي انبي، عبد الله جمعه نادي الزمالك. كل دول كانوا معانا موجودين برضو، واخترتهم وهم 12 سنه ومتنبئ لهم انهم هيبقوا من اللعيبه الممتازين. مفتقدين احنا للعين الحلوه دلوقتي في الكوره. الكابتن صالح الكابتن صالح سليم معانا مع الكابتن انور سلامه والكابتن حسن حمدي والكابتن محمود عبد الحي، عشرته هو لعيب كوره وهو مدير كوره وهو رئيس نادي فكان دايما بيوليني بالنصائح في كل مناسبه يعني. ما اختلفتش الشخصيه في الثلاث مناصب اللي بيمسكوا. مصلحه النادي الاهلي نمره واحد، وبالتالي كل قراراته كانت بتعبر عن اصاله النادي الاهلي وعن قيمه النادي الاهلي. دي من فترة من التمرين كان الكابتن الكرامي هو اللي واقف وانا في التمرين، يعني دي من التمرين. دي كنا كسبانين بطولة 14 سنة، حتى الكابتن سيد عبد الحفيظ باين معانا فيها، والكابتن وائل عنطر واحمد عبد هو دلوقتي احمد ده من المدربين بتوع النادي الاهلي اللي ماسك ال 99. دي صوره للكابتن بيليه لما جم سانتوس لعبونا. ايوه دي المباراه اللي جم الكابتن سانتوس الاهلي وسانتوس. معانا الكابتن وحيد كامل اللي لعب النادي الاهلي ونادي الزمالك، الكابتن مصطفى يونس، وطبعا الكابتن بيليه شايل صوره، وكلنا كنا بنتمنى ان احنا نتصور مع ملك الكوره في ايامنا. دي فرقه النادي الاهلي اللي كانت تقريبا اللعيبه كلها مبطله، كابتن حازم، انا، انور سلامه، محمود عبد الحي، حسن حمدي، كابتن صفا حليم الله يرحمه، كابتن احمد مايا الله يرحمه، مشيج عثمان، سمير حسن، هاني مصطفى، عادل الجمال. دي كنا احنا كسبانين ماتش منتخب النادي الاهلي، كسبان ماتش وكانوا بيسلمونا الكاس، كان معمول النهائي في النادي الاهلي وبيسلمونا كاس البطوله. لا استنى حضرتك، انت كنت هنا المدرب صح؟ كنت مدرب. كنت مدرب في الصوره دي. كنت مدير لقطاع الناشئين. لا انا بس عايز اقف عند الجماهير في مباراه للناشئين وقتها. لا يعني شوف هنا المباراه دي في ملعب مختار التتش، والملعب المدرج وراكو كامل العدد. لا الناشئين يعني اولا كان لنا جمهورنا بيجي ورانا في كل حته. بنلعب في حتت كبيره قوي في الحديد والصلب وهنا وهنا، بعيد حتت بعيده جدا. يوم جمهورهم الجمهور بيجي ورانا كل حته كاننا بنلعب في النادي الاهلي، وبالتالي يعني بيحفز اللعيبه وبيديهم، بيحاولوا يعملوا اقصى مجهودهم عشان يطلع. علشان كده الناشئ زمان وهو صغير 13 14 سنه مصر كلها بتكون عارفاه بالاسامي وقتها. بالاسامي مسمعين وقتهم ومستنيين انهم ينضموا للفريق الاول. دي برضه عبد المنعم عماره، كانت بطوله كسبانها النادي الاهلي، وكان طبعا باين فيها الحظ. كان اتحاد الكوره الكلام اللي انا قلته، ان احنا كنا دايما العلاقه بين الاهلي والزمالك. ماتش اعتزال الكابتن ابراهيم يوسف، والنادي الاهلي كان مساهم، وانا كنت مندوب النادي الاهلي في الماتش ده، وكنا بنسلمه. علاقه طيبه طبعا بتجمع بين الناديين. الصوره دي كان الكابتن كابتن صالح سليم وانا وحسن حمدي ورمضان السيد، كان حفله اللي عاملينها للناشئين عشان كسبوا البطولات، وكان الكابتن صالح قاعد في وسطينا، مش قاعد في حته بعيده، قاعد في وسطينا، مش رئيس نادي، قاعد في وسط المدربين واللعيب. نفس الصوره اللي فاتت هي الصوره دي مع كابتن طاهر الشيخ. دي من الصور بقى اللي بعتز بيها جدا، كان النادي الاهلي كسب بطوله الدوري العام، وكانت المدام السادات السيده جيهان السادات عاملين لنا حفله في التكريم وقتها. كان تكريم وقتها، واظن كل اللعيبه دول، الكابتن اكرامي، كابتن مصطفى يونس، وكابتن الخطيب، وكابتن حسن حمدي،
وكل اعضاء مجلس الاداره وكل اللعيبه حازم انور ومحسن صالح و يعني مجموعه كابتن اكرامي يعني مجموعه كابتن فتحي مبروك كابتن احمد عبد الباقي مجموعه الحقيقه الجيل الذهبي للنادي الذهبي للنادي الاهلي. الصوره دي كنا بنلعب في اليونان منتخب مصر واحنا كنا يعني هنلعب الشوط الثاني كلنا حتى قاعدين متحفزين الكابتن عز الدين يعقوب الكابتن كابتن مصطفى مصطفى تلاجه زي ما كابتن مستكاوي والله يرحمه كان مسميه كابتن البوي الله يرحمه لعيب النادي الاولمبي. دي فرقه النادي الاهلي بقى لما بقينا ما بقيناش فرقه التلامذه بقينا احنا اللي بنمثل النادي الاهلي كابتن عبد العزيز عبد الشافي وانا كابتن مصطفى عبده اكرامي محمود عبد الحي حسن حمدي مشير عثمان كابتن هاني كابتن انور كابتن مصطفى يونس شريف مدكوش كنا احنا خلاص الفرقه اللي بتمثل النادي الاهلي. دي دخل علينا بقى الكابتن الخطيب موجود في الصوره ديت ونفس الاسامي اللي موجوده ما زادش عليهم الكابتن الخطيب طبعا نظرا كان تميزه وهو 16 17 سنه انضم للفريق الاول في سن صغيره جدا لانه كان متميز جدا جدا في الماتشات اللي بيلعبها. دي الصوره دي منتخب مصر كنا بنلعب في المانيا الشرقيه ووضح فيها الاسامي الكبيره كابتن الشاذلي كابتن الفرقه كابتن عرابي كابتن ابراهيم الخليل الله يرحمه كابتن علي ابو جريش عز الدين يعقوب كابتن بوري كابتن شحته كابتن سيد عبد الرازق كابتن بكر كابتن شحتة الاسكندراني والعبد لله ابراهيم عبد الصمد. دي من الصور اللي احنا كسبنا فيها في قطاع الناشئين فاللعيبه مبسوطه بيا يعني ما شاء الله صور وشايلني دي صوره هدف دي صوره الهدف بتاع نادي الزمالك اللي احرزته في اخر دقيقه من الماتش ما شاء الله يا كابتن ابراهيم صور يعني بتحمل تاريخ وذكريات جميله. كابتن ابراهيم عبد